عسلامة الأولاد، باش نصلح لكم اليوم اكزرسيس على الكالكول فيكتوريال. الاكزرسيس قدامنا، اش قال؟ سوا ا بي سي دي ان باراليلوغرام. الكيستيون الاول اش قال؟ كونستروير لي بوين او اي اف تيل كو. عطينا دو كونديسيون، الفيكتور ا او ايتيغال 2 تيال فيكتور ا بي، اي فيكتور ا اف ايتيغال 2 تيال فيكتور ا سي. بي كيفاش باش نصورو؟ تبعوني. ش عنا لهنا؟ عنا الباراليلوغرام ا بي سي دي، عطينا لوردر نتاعو ا بي ومن بعد السي ومن بعد الدي. اول حاجه قالنا كونستروير لي بوين او اي اف تيل كو الفيكتور ا او ايتيغال 2 تيير ا بي. دونك الفيكتور ا او باش تصورو مربوط بالفيكتور ا بي. شنو باش نعمل؟ قالنا لهنا الفيكتور ا او هو 2 تيير من الاب، ديما نغزر للمقام اللوطة هذاك هو اللي باش نستعملوه. معناتها الفيكتور ا بي باش نقسموه على 3 بارتي، وباش ناخذوا منها الفوقاني باش ناخذوا منها كان 2 بارتي كهاو. اوكي نعاود، ديما كيعطيك هكا كوسيون عدد كسري ايتيغال معناتها الفيكتور الاخر. الدينوميناتور هو اللي قداش من بارتي باش تقسم الفيكتور الاخر. اوكي والفوقاني اللي هو النوميراتور قداش من بارتي باش تاخذ. في الكام تاعنا الاب باش نقسموه على 3 بارتي، وباش ناخذوا منه كان 2 بارتي باش نتحصلوا على الفيكتور ا او. نجيو لهنا، عندنا الفيكتور ا بي السونس من ا للبي، دونك باش نحاول نقسموه على 3 بارتي قد قد. باش نحاول نقسمهم ابوبخي، هذه البارتي الاولى، هذه البارتي الثانيه. عندكم انتوما على البابيي تجيكم اصح. عندنا هنا بارتي 2 3. اوكي دونك شحاجته هو حاجته 2 بارتي كهو، دونك مره 2. دونك هذه هي لو بوين او، دونك تحصلنا على الفيكتور ا او. اوكي نمشيو توا للفيكتور ا اف. ا اف كيف كيف ا سي باش نقسموه على 3 بارتي. ا سي نجيو نربطو الفيكتور ا سي، هاو كربطتو، باش نجي توا باش نقسموه على 3 بارتي ابوبخي. انتوما على البابيي نعاود، انتوما تجيكم اصح. مره 2 3، مرة 2 3. دونك شنو هو حاجتو؟ حاجتو مرتي من ا للاف، ا اف مرة 2. دونك هذي البوان اف، دونك تحصلنا هكايا على الفيكتور ا او والفيكتور ا اف. اوكي نمشيو للبارتي الثانية. بارتي ثانية من الكيستيون اش قال؟ قالك مونتري كو لي دو فيكتور او اف اي بي سي سون كولينيير. ب هاني باش نربطهم تاو. باش نحاول نربطهم، عندنا لهنا او اف والفيكتور بي سي. شنو كي نغزرهم شنو نلاحظوا؟ نلاحظوا اللي هما باغالي. دونك نحفظوه، كي قلنا كولينيير معناتها ينجم يقول لك معناتها المقصود منها باغاليل، المقصود منها دي بوين اليني، متفاهمين؟ معناتها ينجم عندكم 3 تيب دو بوزي سيت كيستيون. كولينيير معناتها باغاليل معناتها اليني. بي باش نبداو نجاوبو. اول كيستيون هي شنو؟ حاجتو هو بالفيكتور او اف اون فونكسيون لي، باش نبينوهم اللي هما كولينيير. دونك شنو باش نعمل؟ باش نجاوبو على الكيستيون، ايش باش نعملو؟ لازمنا نخرجو فيكتور اون فونكسيون
de l'autre vecteur. Donc, باش نجي ونكتبو الفكتور او اف اتيغال اكوا الفكتور او اف اتيغال باش نحاولو اون انتركال ان بوان ندخلو البوان ا علاش دخلنا البوان ا خاطر لهنا نرجعو للكونديسيون لهنا عندنا البوان ا والبوان بي دونك الاسهل لنا ندخلو البوان ا اوكي بعد تطلع لنا البوان بي لهنا عندنا او ا بلس ا اف اوكي من بعد باش نعمل عندنا لهنا ا او ولهنا شنو طلعت لنا او ا دونك باش نرجعوها كيف هذه نقلبو كي نقلبو نزيدو سيني موا موا ا او moins AE plus AF تقعد كيما هي AF ها هاي ال AF عاتيهن دونك شنو هي ليتاب من بعد ليتاب من بعد باش نعوضو كل فيكتور بال ليكسبريسيون تاعو الفيكتور AE هي نحطو الموا عندنا دو تيير فيكتور AB والاف هي 2 تيير فيكتور ا سي 2 تيير فيكتور ا سي دونك بعد شني لاحظوا اللي عندنا 2 تيير اون فاكتور نخرجوها اون فاكتور عندنا 2 تيير فاكتور دو شني موان ا بي بلس ا سي اوكي ب بعد باش نتخلصوا من السيني موا هذه شنو نعمل نقلبوا كي نقلبوا تتنحى السيني موا دو تيير ب ا بلس ا سي دونك لنا هذو مش باش يعطيونا لهنا هذوم الحروف هذوم بحذا بعضهم هذوم relation de chat statine qui peut s'enlever statine le vecteur BC mante 2 tiers vecteur BC hana lqine donc nji nktebha binzafa vecteur EF est égal à 2 tiers vecteur B, C. Je n'écoute pas la conclusion. Je n'écoute pas la conclusion. Alors, les vecteurs E, F et B, C sont collinéaires. Collinéaires. Donc, هذه وقتاش نستعملوها هذه نستعملو كي يعطينا فيكتور معناتها ما يعطينيش دي كوردوني نتاع بوان اوكي كي يعطينا لي كوردوني دان بوان نجمو نعملو ديتيرمينون اوكي تو نمشيو لل La question est de construire le point M tel que le vecteur AM est égal à 2 fois le vecteur BC. Donc, le BC. AM. Donc, je vais à peu près. لهنا تجينا لو بوان ام اوكي هذه لو بوان ام اوكي اما نتوما في الدفوار كي تجيو باش تصوروا تخليو شطر الورقه للشيماء
معناتها بعد على الكتيب. ب بعد نمشيو للكيستيون الاخر. اوكي الكيستيون الاخر اش قال؟ montrer que BM est égal à vecteur BA plus deux fois vecteur BC où le BF est égal à un tiers vecteur BA plus deux tiers vecteur BC. Donc, باش نبداو نجاوبو. نبداو بال ليكريتور الاولى اللي حاجتو بها. اش حاجتو؟ حاجتو بال BM باش نبينوها اللي هي نتيجالا ليغاليتي. هذه بي ام باش نكتبوها سو دوتر فورم. شعن اون انتركال كيل بوان؟ شنو هي البوان اللي حاجتو بها؟ حاجتو بال الأ لهنا وبعد بالسي ندخلو الأ من اللول. ندخلو الأ بلوس أ إم. اوكي بي باش تقولوا علاش ما دخلناش ما استعملناش البوان بي وننتقل البوان بي؟ عليه خاطر هو عاطي هنا لهنا ال ام هاي ايتيغال دو فوا بي سي. واضح بي؟ من بعد ايتيغال بي ا بلس نعوضوا الفيكتور ا ام بالفالور نتاع بلس دو بي سي. ليغاليتي الاولى لقيناه. اوكي فاهمين؟ نمشيو ليغاليتي الثانيه بي اف. BF est égal à كيف كيف شنو اللي حاجته بال B A B C on intercale شنو؟ on intercale le point A كيف كيف BA plus AF من اللي دوني لي عن بعد BA تقعد plus AF donné عطيهن اللي هي قد اللي هي إتيقال 2 تير AC. نعوضه 2 تير AC. بعد شنو حاجته؟ حاجته بال BA. هاي BA دونك شنو حاجته بعد BC؟ نخرجوها من هون وننتقل كل بوان البوان B نخليوها BA بعد plus 2 tiers nhello parenthèse a b plus b c بعد نحيو parenthèse plus 2 tiers a b plus 2 tiers BC. كل واحدة تاخد 2 tiers. اوكي مبعت اتيقال لهنا عنا فيكتور AB ولهنا فيكتور BA. انتي شنية تحب؟ تحب تقلب هذي ردوها BA دونك تولي موان 2 tiers BA وإلا هذي تقلبها تردها AB تولي موان AB دونك نخليوها BA خاطر لهنا هو حاجته. نرجع للكونديسيون اللي عندنا حاجه بي ا دونك نمشيو بال نقلبو الثانيه بي ا موان 2 تيير بي ا بلس 2 تيير بي سي. اوكي بعد باش نحسبوهم هذوما باش توحد المقامات قداش باش تلقاها؟ باش تلقاها انتي. اوكي est égal à 1 tiers BA plus 2 tiers BC. C'est la même chose. Elqina et le vecteur est signé interne. L'égalité est bayonnée. Ok? Bat. Nimchiu l'il question l'air. La question est on déduire que les points B, M et F sont alignés. Je veux dire alignés, je veux dire collinéaires. Donc, nous avons
دو فيكتور كيما تحب بي ام بي اف بي ام ام اف اوكي دونك c'est-à-dire je n'écoute pas comme c'est-à-dire montrer que BM et BF sont collinéaires. OK. Donc je نجي ونكتبو الفكتور BM إتيقال كوا الفكتور BM لقينيها نحن الفكتور BM إتيقال BA plus 2BC أوكي مبعد نكتبو BF BF اللي هو شكون لقينيه اللي قاليتي اللي هي أنتير BA plus 2 tiers BC. OK. بعد شنو نلاحظوا نجمو نخرجوا الانتيير اون فاكتور انتيير فاكتور دو BA plus اش باش تقعد هنا 2BC plus 2BC 2BC Okay. Donc, les qualités, هذه باش تفكركم هذه شكون هذه هي الفكتور BM نهاو BM إتيقال فكتور BA plus فكتور 2BC donc BM donc إتيقال كوا انتير فكتور BM معناتها BF هي انتير فكتور BM ok alors Dites que tableau. Alors, les vecteurs sont collinéaires. Et par la suite, les points P M et F sont alignés. OK? هذيك هي الحكاية متاع الكيستيون تاعنا ب بعد باش نمشيو للكيستيون لاخر باش قالك كونستخوير لو بوان جي تيل كو بي جي إتيقال 3 دومي فيكتور بي أ بلوس 1 دومي فيكتور بي سي نرجعو للشيما متاعنا اش عنا هاو الكيستيون اش قالك كونستخوير لو بوان جي tel que vecteur BG est égal à BG, c'est-à-dire le point B est égal à 3 demi vecteur BA plus 1 demi vecteur BC. Nous allons faire la partie de l'oula. Nous BA, donc donc احنا كي قسمنا البي ا على 2 جاونا دو بارتي دونك باش نزيدو قدها بارتي نقولو هاك باهي من بعد شنو حاجه 1 دومي بي سي باش نقسموها على 2 دونك باش ناخذو منها اشطر ها هاي البوان جي اوكي هذه هي لو بوان جي Donc, qui est-ce que nous avons B, G.
اوكي البي جي باه نبدل الكولور اخر. اوكي عرفنا كيفاش نصوروا باه نمشيو للكيستيون الاخر شحاجتو قالك montrer que les vecteurs AG et BD sont collinéaires. نفس الحكاية كيف باش نبينوهم اللي هما كولينيير باش نكتبو واحد en fonction de l'autre. OK donc نجيو باش نكتبو BG هو ايتيغال ا كوا دوني اللي عطيه لنا هو 3 demi BA plus 1 demi BC. OK نخليو هذايا دوني عطيه لنا هو من بعد باش نحاولوا الفيكتور BG باش نكتبوه ما حاجتوش هو بالبي جي حاجتو بالاي جي دونك اون انتركال كيل بوين لو بوين ا اون انتركال لو بوين ا اوكي لو بوين ا بلس ا جي اوكي هاي كي باش نحيو لو بوين ا باش ترجع بي جي اوكي ايتيغال 3 demi BA plus BA plus 1 demi BC. Donc, شنو اللي عندنا BA لنا و BA لنا نجيبوهم بحدا بعضهم باش شحاجتو هو AG نخليو ال AG في البارتي هذي AG ايتيغال نهزو هذي نهزو الشيء الاخر تولي موان BA plus 3 demi كتبنا باش نكتبو ليغاليتي هذي موان 3 demi BA plus 1 demi BC. اوكي بعد باش نجيو نحسبو باش نوحدو لهنا المقامات شني باش تجينا باش تجينا 1 demi BA BA plus 1 demi BC. Donc, je rajoute 1 demi en facteur 1 demi facteur de BA plus BC. شتعطينا هذي مادام لهنا نحكيو على باراليلوغرام اش معنات هذوما باش يعطيونا الفيكتور بي دي. اوكي دونك 1 demi بي دي نجمو نكتبولو دونك لي بوان les vecteurs AG et BD sont collinéaires. Ch'ma'natha qulna collinéaire zeda, ma'natha rahom parallèle. OK? هذا كان الاكزرسيس نتاعنا هاكا سامبل وريتكم كيفاش تصوروا الفيكتور ان فونكسيون دوتر ساهل تتبعوا بشوي بشويه ما يخوفش الاكزرسيس اوكي okay؟